حينما يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ترغب في الانضمام لمنظمة شنغهاي بعد هذا الاجتماع الذي حضره في سمرقند بأوزبكستان. ومن شروط انضمام أي دولة لمنظمة شنغهاي ألا تكون عضوة في حلف الناتو، كما أشار مصدر من داخل وزارة الخارجية الروسية. بماذا تعلق على ما صرح به الرئيس أردوغان حيال هذه الرغبة التركية؟ حقيقة بالنسبة لحلف الناتو، ما يحصل حلف الناتو لو كان يستطيع أن يخرج تركيا لأخرجها من الحلف، لكنه يعلم جيدا بأن إخراج تركيا من الناتو هو ضعف لذلك الحلف وتقهقر له، لذلك لا يستطيع أن يطلب من تركيا مغادرة حلف الناتو. تلك التصريحات هي عبارة عن رسائل سياسية، رسائل سياسية ذكية تقوم تركيا بإرسالها، بأننا لا تعتقدون بأننا متمسكون بكم، لدينا خيارات أخرى. عندما يتم الحديث في أروقة حلف الناتو عن التفكير بإخراج تركيا من هذا الحلف، فلا مشكلة، لدينا بدائل أخرى عن رسائل ترسلها الحكومة إلى أمريكا وإلى كل الدول الأوروبية.